إذا أصاب المرأة دم الحيض ثم طهرت وبعد يوم أو يومين عاد الدم أياما ثم طهرت وهي محتارة ماذا عليها؟ إذا كان الذي عاد بصفة الدم العادي حيض فإنه يكون حيضا، والنساء يعرفن ذلك. وأما إذا عاد على وجه آخر كصفرة وكدرة وما أشبه ذلك فإنه ليس بحيض. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أخرجه البخاري وفي رواية لأبي داود بعد الطهر شيئا. ما حكم الدرة بعد الحيض لعشر أيام؟ هل يعتبر ذلك حيض؟ لا. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. والحيض هو الدم المعروف الذي وصفه الله تعالى بأنه أذى، وما عداه فليس بحيض، كالصفرة والكدرة والدم المستمر الأحمر الذي هو دم عرق. والحيض له علامات، منها أن أكثر النساء تحس بالحيض قبل خروجه بما يحصل لها من المغص والألم في الظهر وما أشبه ذلك. والحيض له رائحة خاصة لا يشاركه فيها غيره من الدماء، والحيض ثخين غليظ. والحيض قال بعض المعاصرين من الأطباء إنه لا يتجمد بخلاف الدم العادي، الدم العادي يجمد، وأما دم الحيض فلا يتجمد. نعم. قل إذا طهرت المرأة بعد صلاة الظهر هل تصلي الصبح والظهر؟ لا تصلي إلا الظهر فقط، لأنها لم تطهر إلا بعد زوال الشمس. وكذلك لو طهرت بعد العصر فلا تصلي إلا العصر، لأنها وقت الظهر كانت حائضة لا تجب عليها صلاة الظهر. إذا كانت المرأة طبيعة حيضها 5 أيام وزادت هذه المدة إلى 10 أيام عند استخدامها لإحدى وسائل منع الحمل، فهل ما زاد على 5 أيام يعتبر من الحيض أم لا؟ وهل لها أن تصلي رغم نزول الدم بعد اليوم 5؟ أفيدونا بذلك. أولا نقول إن استعمال هذه الحبوب لمنع الحيض أو منع الحمل أمر غير مرغوب، طيب، وهو من الناحية الطبية مضر. وإذا كان كذلك فإن ننصح أخواتنا بعدم استعمال أي استعمال هذه الحبوب. ومن مساوئ هذه الحبوب أنها توجب اضطراب العادة على المرأة، فتوقعها في الشك والحيرة، وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة، لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها أهو حيض أم لا. وعلى هذا فنقول إنه إذا كان من عادتها أن تحيض 5 أيام واستعملت الحبوب التي لمنع الحمل ثم زادت عادتها فإن هذه الزيادة تبع الأصل، بمعنى أنه يحكم بأنها حيض ما لم تتجاوز 15 يوما. فإن تجاوزت 15 يوما صارت استحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي 5 أيام. إذا وصلت المرأة سن اليأس تبدأ تأتيها الدورة على فترات متباعدة بعد 3 أشهر أو أكثر، تأتيها لمدة 6 أيام، فهل تعتبر دورة وهل تقضي الصلاة إذا طهرت؟ النساء يختلف، فبعضهن تيأس لسن مبكر، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد 60 أو 70. فما ترأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كان، لأن الله تبارك وتعالى قال: واللائي يئسن من المحيض، ولم يحدد عمرا معين. واليأس يختلف باختلاف النساء. والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى، فما توجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلي. نعم. إذا وصلت المرأة سن اليأس تبدأ تأتيها الدورة على فترات متباعدة بعد 3 أشهر أو أكثر، تأتيها لمدة 6 أيام، فهل تعتبر دورة وهل تقضي الصلاة إذا طهرت؟ النساء يختلف، فبعضهن تيأس لسن مبكر، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد 60 أو 70. فما ترأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كان، لأن الله تبارك وتعالى قال: واللائي يئسن من المحيض، ولم يحدد عمرا معين. واليأس يختلف باختلاف النساء. والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى، فما توجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلي. نعم. هذه السائلة تقول: امرأة قامت بعد الشمس ووجدت نفسها حائض، هل تلزمها صلاة الفجر إذا طهرت؟ ينظر هل يغلب على ظنها أن الحيض أتى عليها قبل الفجر، أو يغلب على ظنها أن الحيض حصل لها بعد دخول وقت الفجر. وإذا صلت احتياطا فلا حرج، يعني إذا صلت بعد ظهرها الفجر احتياطا فلا حرج. حفظكم الله. تقول: إذا كانت المرأة تحيض لمدة 7 أيام وهذه عادتها دائما، ومرة زاد الدم أكثر من 7 أيام واستمر معها أكثر من ذلك، فهل تصلي أم لا؟ مع العلم بأنها دائما تحيض في 7 أيام فقط، أرجو الإفادة. إذا زاد دم الحيض عن العادة فإن القول الراجح أنها تبقى ما دام الدم على حاله حتى تطهر، وإن زاد على العادة. فإذا كانت عادتها 7 أيام و
واستمر الدم إلى 10 فإن ذلك كله حيض، كما أنه لو نقصت أيام دمها عن عادتها فإنها تغتسل وتصلي، فإذا كانت عادتها 10 أيام مثلا ثم طهرت لسبعة أيام فإن الواجب عليها أن تغتسل وتصلي. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجد دم الحيض ثبت تحيض. أقول إذا كانت المرأة تحيض لمدة 7 أيام وهذه عادتها دائما، ومرة زاد الدم أكثر من 7 أيام واستمر معها أكثر من ذلك، فهل تصلي؟ تقول بعد مرور مدة 3 أو 4 أيام من الدورة الشهرية. إيه بعد مرور؟ بعد مرور 3 أو 4 أيام من دورتها الشهرية تنقطع ويستمر انقطاعها مدة يوم أو يومين، ثم تعود لها في اليوم السادس تقريبا. السؤال تقول هل فترة الانقطاع هذه يجب علينا يجب عليها أن تصوم وتصلي؟ يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الانقطاع ولو يوما واحدا يعتبر طهرا، فعليها أن تعتصم وتصلي وتصوم إن كان ذلك في رمضان ولو عاد الحيض بعد يوم أو يومين. وبعض العلماء يقول إن هذا ليس طهرا الحقيقة، وإنما هو جفاف فلا تعتبر طاهرا حتى ينقطع الحيض بالكل، وهذا والله أعلم أقرب إلى الصواب، لأنه جرت العادة أن المرأة في أثناء حيضها ترى الجفاف والنبوسة ولا يعتبر هذا طهرا. نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة تقول فضيلة دائما تواجهني مشكلة الطهر من الحيض، وذلك بسبب انقطاع الدم في اليوم الخامس ثم يخرج لونا بنيا في اليوم السادس، وحدث هذا في أول أيام رمضان وثانيها وثالث، أي بمعنى أنه انقطع الدم في آخر يوم شعبان أي يوم الخامس من الحيض، فاغتسلت في هذا اليوم وصليت وصمت، ولما سألت عن ذلك قيل لي عليك بإعادة صيام هذه الأيام الثلاثة وعليك بقضاء تلك الأيام أي يوم السادس والسابع والثامن. والآن السؤال هو كيف أعرف الطهر علما بأن هذا الشيء البني لا يخرج إلا مرة أو مرتين في اليوم السادس والسابع والثامن، وهل غسل ذلك يبطل الصلاة والصيام لأني لم أغتسل بعد 3 أيام الأخيرة لعدم علمي بذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا طهرت المرأة من الحيض الجاري الغزير الذي تعرف أنه حيض فما بعده لا يعتبر شيء، يعني الصفرة والكدرة والنقطة والنقطتين ليست بشيء، وبناء على ذلك نرى أن صومها صحيح وأن صلاتها صحيحة وأن غسلها الأول الذي كان بعد 5 أيام قد رفع عنها حدث. نعم. إذا كانت المرأة 8 أيام فتغتسل اليوم الثامن ومن ثم تنزل عليها قطرات خفيفة دم في ذلك اليوم، هل لها أن تغتسل مع العلم أنها قد تغتسل مرتين وأحيانا تبطل الغسل، فهل تأس وماذا تفعل؟ أرشد معي. إذا كانت تعرف أن الدم لم ينقطع انقطاعا تاما فلتنتظر حتى ينقطع انقطاعا تاما ثم تغتسل، وأما إذا عرفت أنه انقطع انقطاعا تاما فإنها تغتسل من حين انقطاعه، ثم إن حصل بعد ذلك نقطة أو نقطتان فإن ذلك لا يضر. إحدى الأخوات حصل لها نزيف مدة ما يقارب من 20 يوما ولم تصلي، هل عليها قضاء للصلاة أم ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. لا بد أن نعرف ما سبب هذا النزيف، هل هو حمل فقط أو مرض أو حمل شيء ثقيل أو ما أشبه ذلك، فإن كان له سبب أعطي حكم ذلك السبب. إذا كان سببه الحمل وسقط الجنين وقد تخلق أي تبين خلقته فتميز رأسه من يده من قدمه فهذا الدم نفاس يثبت له حكم نفاس الكبير، وإن كان سببه مرضا فإن هذا ليس دم حيض ولا نفاس بل هو دم حكمه حكم الاستحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة إنه دم عرق، وكذلك لو كان سببه حمل ثقيل فإنه ليس بحيض، لكن إذا مرت عليها أيام عادتها فإنها تجلس مقدار العادة ثم تغتسل وتصلي. وهذه السائلة تقول إن حصل عليها نزيف 20 يوما فلتنزل هذا النزيف على ما ذكرناه من التفصيل. بارك الله فيكم. امرأة تعاني من كثرة الإفرازات مما يعرضها للمتاعب من حيث كثرة الوضوء وخصوصا خارج المنزل، هل يشرع لها أن تصلي الظهر والعصر بوضوء واحد والمغرب والعشاء بوضوء واحد، وهل يشرع لها الجمع تقديما وتأخيرا مع القصر أو بدون سبب؟ هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة وهي إفرازات طبيعية، لكن بعض النساء تكون باستمرار وبعض النساء لا، فإذا استمرت هذه الإفرازات مع المرأة فهي أولا طاهرة لأنه لا دليل على نجاستها، والنساء قد ابتلين بهذا من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمرهن بغسل هذه الرطوبة
ثانيا هي أيضا لا يجب الوضوء لها، إذا توضأ الإنسان لأول مرة من حدث بقي على طهارته ولا حاجة إلى إعادة الوضوء عند كل صلاة، إن توضأت فهو أفضل وإلا فليس عليه واجب، بل تبقى على طهارتها الأولى حتى تنتقض بناقض. أحسن الله إليكم. أقول بل تبقى على طهارتها الأولى حتى تنتقض بناقض، وعلى هذا لو توضأت لصلاة الظهر وبقيت على طهارته لم يحصل حدث آخر من غائط أو بول أو ريح أو أكل حنيب أو ما أشبه ذلك فإنها تصلي العصر بدون وضوء، لأن الوضوء لما لم لشيء لا ينقطع لا فائدة منه، حتى لو توضأت فالشيء باقي. هذا هو القول الراجح الذي ترجح عندي أخيرا، ولا يختم فيه من اليسر على النساء ما دام لم يكن هناك نص صريح واضح في هذا الأمر. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فقد اختلف الحفاظ في ثبوت هذه اللفظة توضأ لكل صلاة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أن فيه احتمالا أن المعنى توضأ لكل صلاة بدون اغتسال، يعني لا يجب عليك الغسل كما أوجب عليه الغسل إذا انتهت عادتها الطبيعية. امرأة ذكرتم بأن المرأة التي تنزل معها السوائل باستمرار يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وأنا أخجل أن أخبر بهذا الحكم لكل امرأة أصادفها، علما بأنني لا أعلم هل هذه المرأة تنزل معها السوائل أم لا، مع أنني أحاول في كثير من الأحيان إخبار النساء اللاتي أعرفهن. نعم، المرأة التي تنزل منها السوائل دائما لا ينتقض وضوءها إذا خرج هذا السائل، لكنها على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، يعني مثلا إذا دخل وقت الظهر تتوضأ لصلاة الظهر، ولكن بعض أهل العلم يقول لا يجب عليها أن تتوضأ إلا أن يوجد ناقض غير هذا السائل. مثال ذلك امرأة توضأت الساعة 11 صباحا والخارج يخرج منها باستمرار، نقول وضوءها صحيح تصلي ما شاء، فإذا دخل وقت الظهر وجب عليها الوضوء عند الحنابلة رحمهم الله، وقال بعض العلماء إنه لا يجب عليها أن تتوضأ لصلاة الظهر لأنها قد توضأت من قبل، وهذا حدث دائم وهو لا ينقض الوضوء، فإذا كان لا ينقض الوضوء فمن الذي قال إن دخول وقت الصلاة ينقض الوضوء؟ فلنقول إن تصلي بالوضوء الذي قامت به الساعة 11 إلا أن وجد ناقض آخر كخروج ريح من الدبر أو ما أشبه ذلك من نواقض الوضوء، فهنا تتوضأ لوجود الناقض، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب. وكنت فيما سبق أجزم بما عليه فقهاء الحنابل وأوجب الوضوء لكل صلاة، وبعد الاطلاع على هذا القول الثاني وهو عدم الوضوء وقوة تعليله فإني أرجع عن كلام الأول إلى الثاني وأقول ليس عليه الوضوء إلا أن يحصل حدث آخر غير هذا الخارج، وأرجو الله تعالى أن يكون فيما ذهبت إليه أخيرا صواب وموافقة لشريعة الله عز وجل. جزاكم الله خير. يقول ما ينزل من المرأة من إفرازات هل يلزمها الوضوء أم أنها لا تتوضأ؟ إذا كان ذلك بصفة مستمرة فتوضأت فإنها تبقى على طهارتها حتى تحدث بحدث آخر، فمثلا إذا تطهرت هذه المرأة التي يخرج منها هذا السائل دائما، إذا تطهرت لصلاة الظهر ولم تحدث ببول ولا غائط ولا ريح حتى دخل وقت العصر فإنها تصلي العصر بالطهارة الأولى لأن طهارتها لم تنتقض، فالحدث الدائم لا ينقض الوضوء على القول الراجح، وإنما ينتقض بناقض آخر. وكذلك لو توقف هذا السائل المستمر ثم عاد فلا بد أن تتوضأ. نعم. كم عدد أيام الاستحاضة وما أقل أيام ما بين الحيضة والحيضة الأخرى، وهل إذا جاءت في نفس الشهر تعتبر حيضة؟ جزاكم الله خيرا. الحيض معروف فإنه دم أسود خشين منتن، ودم العرق الذي هو الاستحاضة معروف أيضا فإنه دم رقيق أحمر ليس له رائحة، ولا حد لأيام الاستحاضة. الاستحاضة قد تكون 25 يوما أو 20 يوما أو أقل أو أكثر فلا حد لها. وأما الطهر بين الحدثين فقيل إن أقله 13 يوما، وقيل لا حد لأقله كما أنه لا حد لأكثره، وهذا القول هو الصحيح. وبناء على هذا القول الصحيح يمكن أن تحيض المرأة في الشهر مرتين، لكن يجب أن تعرف المرأة أن دم الحيض هو الحيض، وأما الدم الآخر الرقيق الأصفر قليلا فهذا ليس بحيض بل هو استحاضة. والمستحاضة تعمل بعادتها إن كان قد سبق لها عادة ولا تنظر إلى الدم، بل إذا جاءت أيام العادة جلست بمقدار العادة لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، وإذا انتهى من العادة اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها. قال العلماء وما زاد على 15 يوما من الدماء فإنه استحاضة، فإذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام، وقتها
من أول يوم جاءها الحيض. نعم. جزاكم الله خيرا.